بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره أن وفقنا وإياكم جميعا لصيام رمضان وقيام لياليه وختم القرآن، وقد أكرمنا ببلوغ عيد الفطر السعيد. ونسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة الإيمان واليقين، ويديم علينا المسارعة في الخيرات. حديثنا الليلة، نتعرف وإياكم عن فضل صيام 6 أيام من شوال، ونتعرف عن أحكامها، فضلها وحكمها وأحكامها عند الله سبحانه وتعالى، لأن عندنا يقين أن هناك أعداد كبيرة من المؤمنين المغاربة عندهم شغف بصيام 6 أيام من شوال، ويتوقون لمعرفة فضلها، ويتساءلون عن بعض أحكامها وبعض القضايا المرتبطة بالفقه في هذا المجال. أولا، نحن الحمد لله محظوظون جدا، لأن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بمواسم الخير ومواسم الطاعات تتوالى علينا تباعا. فبعد أن مضى رمضان، شهر الصيام والقيام والعتق من النيران، أبواب الخير والطاعات ما تزال مفتوحة لعباد الله المؤمنين في كل زمان وكل مكان. ومن ثم، فبعد فرحة العيد السعيد، اعتاد المؤمنون والمؤمنات أن يبدأوا عبادة أخرى يحبها المولى عز وجل، هي صيام 6 أيام من شوال، لما يعلمون بأن الصوم هو من أعظم القربات والطاعات إلى المولى، يطهر القلوب ويهذب النفوس، وهو جنة من الأمراض والأسقام، ومنافعه كثيرة لا تعد ولا تحصى. من أجل ذلك ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا صيام 6 أيام من شوال بعد رمضان، والمؤمن هو الذي يغتنم هذه الفرص. الفرص لا تأتي دوما، وإنما تأتي في لحظات، علينا أن نغتنم هذه الفرصة ونتقلب من طاعة إلى طاعة. والمؤمن يسير على هذه الطريقة وعلى هذا المنوال عمره كله، حتى يلقى ربه جل علاه. الله سبحانه وتعالى وعدنا، أيها الأحبة الكرام، بجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. والمتقون معروفون أنهم يتسابقون لفعل الخيرات، منها صيام 6 أيام من شوال. ماذا جاء من فضل في هذه الأيام المباركة؟ جاء في الحديث النبوي الشريف عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهري. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهري. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام فسره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صام 6 أيام بعد الفطر كان كتمام السنة، 6 أيام تمام السنة، وصيام شهر رمضان ب10 أشهر، وصيام 6 أيام بعده ب2 شهر، فذلك صيام السنة، كما جاء عن ثوبان مولى الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يستفسر ويحاول أن يفهم: يا رسول الله، ما معنى من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر؟ قال: يا ثوبان، صيام شهر رمضان يعدل 10 أشهر، وصيام 6 بعده يعني تعدل 2، وهذا تمامه السنة، لأن ربنا عز وجل وضع لنا قانون متعلق بالحسنات والسيئات. القانون الرباني الإلهي مختزل في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها،
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فمعنى ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، رمضان يعادل 30 يوم، وكل يوم هو بعشر حسنات، المجموع 300 حسنة. إذا زدنا عليها صيام 6 أيام من شوال والحسنة بعشر أمثالها، 6 في 10 60 حسنة، المجموع يصير تقريبا هو 360 حسنة، تقابل عدد أيام السنة. أيام السنة تقريبا 360 يوم، 65 يوم تقريبا، والسنة القمرية أقل من ذلك. فهذا فضل عظيم وفضل كبير. قد يقول قائل: أنا صمت الفريضة، فلماذا أتعب نفسي بالنوافل؟ أي نعم، الله سبحانه وتعالى في باب العبادات وضع لنا فرائض ووضع لنا لها نوافل، فكل فريضة لها نافلة قبلها ونافلة بعدها، أو قد يكون بعدها أو قبلها أو معا. مثلا الصلاة، لاحظوا بأن الصلاة السنن الرواتب، هناك من فيها الصلاة المفروضة، هناك فيها نافلة قبلها أو نافلة بعدها. وفي رمضان نحن كنا نصوم شعبان، الكثير من أهل الإيمان واليقين صاموا النصف الأول من شعبان نافلة، ثم يصومون شوال، ورمضان هو الفريضة، هو الأساس، قبله كان شعبان بعده شوال. هكذا الفرائض تكتمل بالنوافل، خصوصا إذا الإنسان في صيامه قد وقع له نقص، أو صدر عنه خلل أو إساءة، فهو يحتاج إلى ما يجبره من الأعمال. وهكذا وضع قانون رباني وضعه الله تعالى، يوم القيامة الله عز وجل سوف يحاسب عباده، وكل عبادة قد يكون فيها نقص أو خلل. الله سبحانه وتعالى يقول لنا: هل عندكم من نوافل؟ فإذا كانت هناك نوافل، الله تعالى يجبر الخلل. الصلاة مثلا فيها نقصان، لم نؤديها في الوقت، لم نخشع فيها نقصان، لكن نكمل ونجبر النقص بالإكثار من النوافل. الصيام أيضا، نصوم رمضان لكن قد يقع لنا فيه خلل، فنجبر النقص بصيام 6 أيام من شوال. الزكاة قد يكون فيها نقص، نجبر النقص عن طريق الصدقات. وهكذا كل أعمال البر إلا وفيها أجر وثواب. قال صلى الله عليه وسلم وهو يصف مشهد من مشاهد يوم القيامة، لما يبعث الناس كلهم بين يدي رب العالمين ويقومون للحساب، قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن أكملها كتبت له نافلة، فإن لم يكن أكملها قال الله سبحانه لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فأكمل به ما ضيع من فريضته، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. فهذا في الصلاة، ولكن النظام هو يشمل كل أنواع العبادات. الحقيقة أن المؤمن الصالح هو دوما يحرص على أن يبقى باتصال مع ربه، والذي وفقه الله تعالى لصيام رمضان إنما دليل على أن الله تعالى قبل منك الصيام. الله تعالى إذا قبل منك صيام رمضان سوف يوفقك لصيام 6 أيام شوال، هذه قاعدة ربانية. كل من قبل منه الله تعالى صيام رمضان كان يصوم بإتقان، كان يقوم الليل، كان يقرأ القرآن، كان يملأ وقته بالذكر، وكان يفعل هذا ابتغاء وجه الله لا رياء ولا سمعة، وإنما من أجل الله تعالى، دليل أن الله قبل منه الصيام. فإذا قبل الله منك الصيام سوف يوفقك لصيام 6 أيام شوال. فمعاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان، لأن الله عز وجل إذا تقبل من عبد عملا وفقه لعمل صالح بعده. وقد قال أهل العلم: ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى.
والعكس صحيح، من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة كان ذلك على رد الحسنة وعدم قبولها. كان ربما من يصوم رمضان ولكن مباشرة بعد الإفطار ربما تسول له نفسه العمل السيئات، أنه يذهب إلى الخمور، إلى الفساد، إلى 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 السرقة، إلى أذية الناس. هذا علامة على أن الله لم يقبل منه صلاته ولا صيامه، لأن أثرها لم يكن إيجابيا في حياته. فمن وفقه الله تعالى للصيام 6 أيام من شوال، تلك علامة على أن الله قبل منك صيام رمضان وأحبه منك ورضيه منك. كذلك أيها الأحباب الكرام، الإنسان حينما يصوم رمضان ثم يتبعه ب6 أيام من شوال، وعموما من يقوم بالفريضة ويتبعها بالنفلة، هذا علامة على أن الله يحبه، هو زيادة قرب من العبد إلى ربه وحرص على كسب رضاه ومحبته. فالله سبحانه وتعالى يقول: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فكلما زاد العبد في النوافل، كلما زاد حب الله له، وزاد ربنا عز وجل يرفعه مقاما عليا. الصائمون في رمضان وقد أحسنوا وأتقنوا صيامهم، أكيد أن الله وعدنا بالأجر. ما هو الأجر؟ قال ربنا عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال للصائم فرحتان: فرحة يوم فطره، وفرحة يوم لقاء ربه. والصائمون لرمضان يوفون أجورهم يوم الفطر، وهو يسمى يوم الجوائز. يوم الفطر يسمى يوم الجوائز، الله تعالى يوزع الجوائز لعباده المؤمنين. وعلامة ذلك أنك تجد فرحة في قلبك. اسألوا نفوسكم أيها الأحبة الكرام، هل شعرتم بفرح وسرور وطمأنينة وسكينة يوم الفطر؟ هل شعرتم بأنكم راضون عن أنفسكم؟ تلك علامة على أن الله تعالى أعطاكم الأجر، فهو يسمى يوم الأجر ويوم الجوائز. والمؤمنون كلما أعطاهم الله جائزة أو تقبل منهم، كانوا يزيدون في العمل الصالح شكرا على أنه قد تقبل. هو في الأصل الله هو الذي وفق، هو الذي حبب إلينا الإيمان، هو الذي زينه في قلوبنا، هو الذي وفقنا للعمل الصالح، وبعد ذلك يجازينا بالجزاء الأوفر. أهل الله يقولون: علينا أن نشكر الله تعالى على هاتين النعمتين، الشكر الأول التوفيق من عند الله، والشكر الثاني على الجائزة والأجر الذي أعطانا. وهذا كان من منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان كلما فعل عملا صالحا يزيد في العمل الصالح، حتى أنه كان يقوم الليل حتى تتورم قدمه. وكان يقال له: يا رسول الله، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لماذا كل هذا التعب؟ لماذا كل هذا الشقاء؟ صيام بالنهار وقيام بالليل، ألم يغفر لك الله تعالى ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أي نعم، ولكن أفلا أكون عبدا شكورا. فنحن أمرنا بأن نشكر الله تعالى في يوم الفطر وهذه الأيام الأولى دي شوال. أمرنا بأن نشكر الله على نعمة الصيام ديال رمضان، وأنواع الشكر كثيرة. لما قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فهذا شكر عظيم لله سبحانه وتعالى، وخير كبير نسأل الله تعالى أن تقبل منا. نريد أيها الأحباب الكرام أن نثير بعض الأسئلة والأجوبة التي لطالما يطرحها الكثير من أهل الإيمان واليقين، أنه هذه الأيام ديال شوال إذا عرفنا الفضل ديالها والأجر والثواب ديالها، ما أحكامها الفقهية؟ بعض الأحكام الفقهية التي تساعد الناس على حسن العبادة، أنه يستحب البدء بها مباشرة بعد يوم العيد. يعني قد نبدأ بأيام العيد، ربما يوم ثاني عيد أو ثالث عيد أو رابع عيد، كل خير أننا
يستحب أننا نبدأ بها بعد العيد مباشرة. لماذا؟ لأن هذا من باب المسارعة إلى الخيرات. ربنا أمر بالمسارعة إلى الخيرات فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نحن مأمورون بالمسارعة إلى الخيرات. وكثير ما يقول ربنا عز وجل هذه العبارات سابقوا أو سارعوا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه كلها الإنسان يستحب أن يبدأ بها ولا يتراخى، لأن التراخي يقول بعد أسبوع أو بعد عشرة أيام ربما قد يتراخى ولا يؤديها. ما دمت ما زلت فيك حماس رمضان عجل بها بعد العيد مباشرة. يتساءل بعض الناس هل نؤديها دفعة واحدة متتابعة أم يجوز أن نقسمها؟ الجواب عند أهل العلم والشرع أنه يجوز تفريق صيام ست أيام من شوال، والتتابع هو مستحب لكن ليس واجب. من تابع أيام شوال كان أفضل، ولكن من قسمها وفرقها لظروفه الخاصة فالأمر مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الصيام ست أيام من شوال ولم يذكر تتابعا ولا تفريقا، وإنما قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. هنا لم يذكر أنها متتابعة أو متفرقة، بل تركها لحرية المكلفين، المهم أن تصومها داخل شوال. أحيانا قد يبدأ الإنسان الصيام ثم يتعب وينتظر الأسبوع الثاني أو الثالث فيخرج شوال دون أن يستطيع أن يتم هذه الأيام. هل هو آتم إذا صام مثلا ثلاث من شوال أو أربع من شوال أو خمس من شوال ولم يتمم ستا، هل هو آتم؟ لا، العلماء يقولون لا يلزم إتمام الست من شوال، فمن استطاع الإتمام فذلك أحسن، فيه أجر وثواب عظيم، ومن تعذر عليه فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. لكن الإنسان عليه أن لا يعجز ويحرص على أن يتم هذه الأيام. السؤال الذي يطرح غالبا عند النساء التي عندهن أعذار شرعية كالنساء التي أصحاب الحيض والحوامل والمرضعات والمرضى الذين يفطرون في رمضان، عندهم ديون رمضان ولم يقضوا بعد، هل يبدأوا بقضاء رمضان أولا ثم بعد ذلك يصوم شوال أم لا؟ أم ماذا؟ الحكم الفقهي الأولى لمن عليه قضاء من رمضان أن يبدأ به، يبدأ بالصيام الأيام التي عليه في رمضان، هذا أبرأ لذمته لأن الفرض هو مقدم على النافلة. لكن في الغالب بعض الناس يقول ربما أنا متعب وعندي أيام طويلة في رمضان ولا أستطيع أن أجمع بين شوال وقضاء الديون، ماذا أفعل؟ العلماء عندهم قولان. القول الأول يقول لك فضيلة صيام ست من شوال لا تحصل إلا لمن قضى ما عليه من أيام رمضان التي أفطر فيها لعذر، نؤدي ما علينا من ديون أولا ثم نصوم النوافل. واستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. قالوا هذا يتحقق وصف الصيام رمضان لمن أكمل العدة، واللي بقي ما كملش العدة دياله، المرأة الحائض اللي بقى عندها 7 أيام أو 10 أيام أو 3 أيام، والمرأة الحامل اللي ربما عندها الشهر بالكامل، والمرأة المرضع أيضا ربما الشهر بالكامل، وبعض المرضى يقول لك حتى تكمل صيام رمضان أولا ثم تتبعه ست من شوال. هذا الرأي هو رأي مرجوح. الرأي الراجح اللي ذكره الفقهاء وهو يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ويتميز باليسر ورفع الحرج أن فضيلة الصيام ست من شوال تحصل لمن صامها قبل قضاء ما عليه من أيام رمضان التي أفطرها لعذر، لأن من أفطر أياما من رمضان لعذر يصدق عليه أنه صام رمضان، فإذا صام الست من شوال قبل القضاء حصل
ما رتبه له النبي صلى الله عليه وسلم الأجر. فالفضيلة هي ليست موقوفة على الفراغ من القضاء قبل الست، لأن الله تعالى وسع في القضاء. الناس اللي عندهم ديون، النساء الحيض والنساء الحوامل والنساء المرضعات والمرضى والمسافرين وغيرهم، قال لهم الله عز وجل فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. فالتيسير هو الخاصية التي يمتاز بها رمضان وتمتاز بها كل شريعة الإسلام. فصيام ست من شوال هي فضيلة تختص بشهر شوال وتفوت بفوته. أما بالنسبة للقضاء، ربي عز وجل قال لك السنة بكاملها، تقضي الأيام بالسنة بكاملة، عندك 10 أشهر أو 11 شهرا كلها تقضي فيها ما عليك من قضاء رمضان، فعدة من أيام أخرى. الذي نريد أن ننبه إليه أيها الأحباب الكرام أن الطاعات ليس لها موسم معين. ليس معنى هذا أنه إذا انقضى الموسم ديال رمضان عاد الإنسان إلى حالة من الحرية ولم يتبرأ من المعاصي، بالعكس، المسلم عليه دوما يسير في الطاعة في كل أوقاته. فرمضان هو مقدمة للشحن ثم نبقى هكذا في العبادة والطاعة. شوال أيها الأحباب الكرام هو شهر مبارك وشهر كريم، وفيها صيام ست شوال، وفي أيضا واحد الخاصية جميلة جدا اعتدى عليها المسلمون منذ زمان، والمغاربة أيضا ما داموا متشبتين بسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون بها. فبالإضافة إلى سنة الصيام، عندنا واحد سنة أخرى طيبة مباركة تقع في شوال، ما هي؟ وهي أن الخطبة من أجل الزواج تتم في الغالب في شهر شوال، وعقد القران يتم في شهر شوال، وحتى أحيانا البناء والزواج كله يتم في شوال. هذا الشهر مبارك، لهذا نلاحظ بأن هذه الأيام، غنلاحظوا بعد الأسبوع الأول من شوال الأسبوع الثاني مباشرة غنلاحظوا واحد الحركة دؤوبة جدا في مغربنا العزيز وفي الوطن العربي برمته، بل وفي العالم الإسلامي وعند الأسر الملتزمة، الأسر الأوساط المتدينة، تجدها بأنها تجعل الخطبة للزواج وعقد القران يتم فيها في شوال، لأنه مبارك ولأن السنة النبوية أن تقوم هنا. فقد جاء في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني. يعني كتقول لهم بأن النبي الكريم لما تزوج أمنا عائشة تزوج بها في شوال، خطبها وكتب بها، عقد عليها في شوال، وبنى بها في شوال، دخل بها في شوال. فكتسأل أي نساء رسول الله كان أحظى عنده مني، كانت محظوظة جدا وكانت محبوبة جدا. وتقول ومن الأسباب أنها تزوجت في شهر مبارك هو شهر شوال، حتى تقول أنه لما سئل من أحب الناس إليك يا رسول الله، قال عائشة، قالوا ومن الرجال، قال أبوها، فكان يحبها جدا، قالت لأنه بنى بي في شوال. ولهذا كانت أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها الفقيهة المحدثة كانت تستحب أن تدخل النساء في شوال، تقع الدخلة والخطبة والعقد القران والدخلة والبناء يقع في شوال. فنبارك لكل العرسان في هذا الشهر الفضيل شهر شوال، بعد الإتمام ديال 6 أيام من الصيام غتبدا إن شاء الله في مغربنا العزيز أعداد كبيرة جدا من الخطبة والبناء وعقود القران. أسأل الله تعالى أن يديم على الجميع الأفراح، أن يديم على الجميع المسرات، أن يديم على الجميع الصحة والعافية وتمام الإيمان. أيها الأحباب الكرام، لن أطيل عليكم، أذكركم بأرقامنا الهاتفية لمن أراد أن يتواصل معنا. أرقامنا كالعادة 05 22
88 00 00 60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05 22 46 72 50 أو 51 أو 52. نبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعود إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك، ويسعدنا أن نستقبل مكالماتكم. نبدأها من إقليم سلا مع للا كريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا، السلام عليكم. حياك الله للا كريمة. على عمي كتير لبس عليك. لا بس بنتي، الله يطول عمرك، مرحبا. أول سنة مبروكة. بارك الله فيكم، أكرمكم الله. مرحبا. على عمي بتكدعني مع والدي وتعال معايا إن شاء الله بنتي، بإذن الله. الله بنتي كريمة، مرحبا بك بإذن الله، الله يحفظك ورعاك إن شاء الله. هل من سؤال فقهي أو من قضية اجتماعية أو من مداخلة ربما تم الرأي العام؟ إن شاء الله تعالى احنا غنخليو الدعاء إلى ختام الحلقة باش يكون الدعاء جماعي. كلما كان الدعاء جماعيا كان أقرب إلى الاستجابة بإذن الله الواحد الأحد. لكي نستغل إن شاء الله تعالى المكالمات في قضايا إما فقهية أو اجتماعية أو نفسية أو قضايا تهم الشأن العام حتى تعم الفائدة على الجميع. احنا كلنا آذان صاغية وقلوب واعية، سواء لأسئلتكم أو لمداخلتكم أو لإضافتكم أجمعين. للا كريمة بنتي، أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم ويبارك فيكم. أسأل الله تعالى أن يحفظ الوالدين ويديم نعمة الصحة والعافية وأن يطيل أعمارهما ويزكي أعمالهما. وأسأل الله تعالى كل ما في القلب والضمير والقلب ربنا أعلم به. اللهم تعالى يعجل لكم بالفرج ويتقبل منا ومنكم جميعا صيام رمضان وقيام لياليه وختم القرآن وفرحة العيد وصيام 6 أيام من شوال. اللهم أمين، اللهم أمين يا ربي يا كريم. نواصل أيها الأحباب الكرام ونأخذ مكالمة أخرى من تنغير مع للعيشة. لعيشة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا للعيشة. يا مرحبا. عيشة من تنغير، أنت مباشرة الآن على أثير إذاعة ميد راديو، نستمع إليك، تفضلي يا عائشة. ربما هناك مشكل في التواصل مع عائشة، نسيت أنها على الخط مباشرة. تحية كبيرة لأهل تنغير وسعداء بهذه اللقاءات المتجددة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا هذه الأيام السعيدة وأن يوفقنا وإياكم للصيام 6 أيام من شوال. للا عائشة من تنغير، مرحبا بك، أهلا وسهلا. يبدو أن الخط معها فيه مشكلة، معذرة يا عائشة. وكيقول لي السيد المخرج بأن هناك مكالمات كثيرة كلها تلتمس أدعية، ناس فيهم الخير في قلوبهم الإيمان واليقين، وإن كنا نود أن نترك الأدعية إلى ختام الحلقة حتى تكون الفائدة فيها أعم وأشمل. لا شك أن هؤلاء الناس اللي يطلبوا الدعاء في الأصل هم عندهم واحد الأمل في التجمع، هم باستطاعتهم أن يدعوا ربهم سبحانه وتعالى بأنفسهم، ولكن الفضل في البرنامج هو أننا عندنا تجمع كبير. هذا التجمع قد يكون بعشرات الآلاف أو يكون ربما بأعداد أكبر من ذلك، وهذا الناس كلهم في وقت واحد إذا قلنا دعاء وأمنوا عليه سيكون هناك أجر وثواب كبير للجميع. لأن لماذا هؤلاء الأحبة المستمعين يطلبون الدعاء؟ لأنه جماعي، دعاء جماعي، والدعاء الجماعي كما جاء في بعض الأثار إذا بلغ 40 نفر فما فوق فإن الله تعالى يقبل الدعاء ولا يرده، لأن الدعاء قد يرد
إما أن يكون الإنسان غير خالص، إما غير خاشع، إما أكل حرام، إما في قلبه مرض، كل هذه أسباب، أو قاطع للرحيم أو عاقل لوالديه، كل هذه أسباب الدعاء يرد لا يستجاب. لكن إذا كان الدعاء في نفر تجاوز 40 من الناس فإن الله تعالى يقبل الدعاء. وفي هذا البرنامج المبارك نحن الآن نجتمع بعشرات الآلاف، أحيانا نصل إلى ملايين، وكل هذا في أقاليم مختلفة من المغرب، ويجتمع معهم معنا فيه المؤمنون والمؤمنات والصالحون والصالحات والطيبون والطيبات. وأكيد هذا التجمع ربنا عز وجل لا يرد الدعاء. وإن كنا نود أن نتركه في ختام الحلقة حتى نستغل الحلقة في قضايا اجتماعية ونفسية وفقهية وقضايا مختلفة تهم الجميع لتعم الفائدة. شكرا لكم أجمعين، وغنمشيو إلى خريبكة معنا للا عيشة. السلام عليكم سليمان. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كدير عم الحاج مبارك عواشرك. لا بس عليك بنتي، الله يبارك فيك. عيد مبارك سعيد على الأمة الإسلامية جمعاء. اللهم آمين، اللهم آمين بنت عيشة. احنا سعداء بهذه الخيرات، سعداء جدا. الحمد لله، الله يتمم علينا هذه النعم يا ربي. آمين يا ربي، آمين علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية يا ربي. لا عيشة كدوسوا العيد سعيد مع العائلة ومع الأحباب، كان صلاة الرحيم، كان الزيارات العائلية. الحمد لله الحمد لله، دوزنا الحمد لله، كانت صلة الرحيم الحمد لله، وكان واحد الفرح الحمد لله. الله يتمم علينا هذه النعم يا ربي، يا رحمن يا رحيم، يا رب يا رب يا كريم. عافاك السيد الدكتور، عافاك، بغيتك دير لي الدعاء لواحد الوليد وواحد البنيات، عافاك عندهم امتحانات، وكاع جميع الوليدات كاع الطلبه يا ربي، كاع الطلبه عافاك، بغيت كاع الطلبه وكاع الوليدات وكاع اللي مبتالي واللي يا ربي، بغيت لي الدعاء الليله ويكون مستجاب ان شاء الله باذن الله، وكاع الناس تامن، كاع اللي عنده شي وليد ولا عنده شي حاجه ولا عنده شي بنيه ولا شي حاجه كتمنى فيها شي حاجه، يا ربي حقق لي الرجاء الليله يا ربي يا ربي يا ربي باذن الله يا ربي لعائشة. يا رب الله يجازيك علينا خيرا، الله اللي غادي يجازيك، حنا ومهما نقولوا لك ومهما ندعو معاك ومهما، الله هو اللي غادي يجازيك على هذه الخيرات كل اللي كتعطينا، وكل الحمد لله كنستافدوا منك، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى يرضى الله. العفو لعائشة، العفو، بارك الله فيك، بارك الله فيك، اكرمك الله. الحمد لله على هذا المدراج، الحمد لله الحمد لله، هذه نعمه، هذا باب من ابواب الخير، الحمد لله، اللهم لك الحمد. جزاك الله الف خير، جزاك الله الف خير، بارك الله فيك لعائشة. دكتور عافاك لما دير لي الدعاء لولدي وبنياتي وجميع الوليدات وجميع البنيات، وعافاك الوالده ديالي والاخوان ديالي، يجمع الشمل ديالنا، يجمع الشمل ديالنا، ما يبقاش متفرقين، الله يجازيك بخير يا رب يا كريم، يا رب يا كريم، الله يحميك، ما طولت عليك استاذ، الله يجازيك بخير. عافاك وخر العيشه، وخر العيشه باذن الله. الساده المستمعين، النموذج للعيشه هي نموذج من العينه من المستمعين والمستمعات اللي كيتابعوا البرنامج، لاحظتوا هذه العينه اللي كتتبع البرنامج. البرنامج فيه الحمد لله الان في المغرب كله، يعني من الشمال إلى الجنوب إلى الشرق إلى الغرب إلى الوسط، ومعنا مستمعين خارج أرض الوطن، يعني في أوروبا، في العالم العربي، ناس في كندا، في أمريكا كيتابعونا دائما وكيتواصلوا معنا. هذه هي العينة اللي كتتبع البرنامج، واحد مجموعة ديال الناس الطيبون في قلوبهم، المؤمنون في عقيدتهم، التواقون إلى رحمة الله الواسعة، نماذج بشرية من أطيب وأنبل خلق الله، ناس قلوبهم تشتعل بنور الإيمان، ناس نفوسهم طاهرة وعندهم طمع في ربهم. معظمهم قد قطع الأمل في الخلق، الخلق ما عنده ما يعطينا ما نعطيه، هم ضعفاء وحنا ضعفاء، الخلق هم فقراء وحنا فقراء، الخلق هم محتاجين وحنا محتاجين، ولكن نتوجه إلى من؟ إلى رب الخلق الذي عنده خزائن السماوات والأرض، إلى رب الخلق الذي كتب على نفسه الرحمة، إلى رب الخلق الذي أمره بين الكاف والنون، إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون، إلى رب الخلق الذي نادى من فوق سبع سماوات، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فاللهم يا ربي يا كريم، هذه أختنا عائشة ترى مكانها وتسمع كلامها ولا يخفى عليك شيء من أمرها. اللهم يا رب إنها تلتمس منك
في حضرة هذا الجموع الكبيرة والغفيرة من أهل الإيمان واليقين الذين يتابعوننا. اللهم أسعد في أولادها، اللهم يا رب أنبتهم نبتا حسنا، اللهم بارك لهم في السمع والبصر والعقل والفؤاد، اللهم ارزقهم فهم سيدنا سليمان، وارزقهم حكمة سيدنا لقمان، اللهم يا رب وارزقهم قوة الحافظة، ارزقهم يا رب قوة الذكاء وقوة الذاكرة، وارزقهم حسن الإجابة، واجعلهم في الامتحانات من المتفوقين من المتألقين يا رب، هم وأبناء المسلمين أجمعين. يا كريم يا كريم جميع أبناء المسلمين من التلاميذ والطلبة، اللهم تولهم بالعناية والرعاية، وزدهم من عندك نورا، اللهم زدهم من عندك لمعانا، وزد من عندك فيوضات وكرمات. اللهم يا رب واسعد قلوب آبائهم وأمهاتهم بهم يا رب العالمين. إننا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، إلى من تكلنا يا رب العالمين يا رب المستضعفين. اللهم يا رب نور قلوب وعقول وأفكار أبنائنا وبناتنا وجميع أبناء وبنات المسلمين. للا عيشة نفهم من كلامها أيضا واحد المقام، وهي أن ربما الشمل ديال العائلة قد يدخله القيل والقال وقد يتفرق الشمل، وهذه معاناة عند الكثير من الأسر. الأسر كثيرا تفرق شملها، المغاربة إلى عهد قريب كان شملهم مجتمع، كانت العائلة تتجمع، وكانت على الأقل إذا كانت مفرقة على الأقل تتجمع أيام العيد، على الأقل أيام العيد يقع التزاور ويقع التغادي والتجمع على الإطعام وعلى كؤوس شاي، وكتكون الفرحة والسرور. ولكن للأسف بسبب الخصامات وبسبب النفوس المريضة تفرق جمع العائلات وتفرق جمع الأحباب، وصار الناس يعيشون في نكد. يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، اللهم طهر قلوبنا أجمعين يا رب، قلب أختنا عائشة وعائلتها وأحبابها وقلوب جميع المؤمن والمؤمنات. اللهم طهر قلوبنا أجمعين من هذه الأحقاد ومن هذه الضغائن، اللهم واملأها بالمحبة والمودة والتسامح، واجعل القوي منا يأخذ بيد أخيه الضعيف، واجعل المؤمن منا يلتمس لأخيه الخاطئ ألف ألف عذر. اللهم يا ربي وألف بين القلوب، اللهم واجمع الشمل بين الجميع، واطفئ نار العداوة والبغضاء. اللهم يا ربي وارزقنا صلة الأرحام فيما بيننا، إنك سميع قريب مجيب. يا ربي إن النفوس مستعصية على الإصلاح، لا أحد يستطيع أن يصلحها، لا أطباء ولا خبراء في النفس ولا خبراء في الاجتماع ولا رجال سياسة ولا رجال قانون ولا رجال فن، لا أحد يستطيع أن يضبط هذه النفوس وأن يصلحها سوى بارئها الخالق عز وجل، هو البارئ هو الخالق هو المكون. اللهم إن نفوسنا تأمرنا بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، يا رب رقيها واجعلنا اجعلها تلوم نفسها يا رب. إن ولا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يا رب اجعل نفوسنا تلومنا إذا أخطأنا، وربها وزكيها حتى تصير نفسا مطمئنة، حتى ندخل في قولك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، واجعلنا ممن قلت فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم ارزقنا الرضا على الله، والرضا على أنفسنا، والرضا على مجتمعنا، والرضا فيما بيننا الأحبة والإخوة والأشقاء والأصهار والجيران. اللهم آمين، اللهم آمين، قلوا معنا جميعا آمين، آمين آمين يا رب يا كريم. ونواصل أيها الأحباب الكرام، وتحول إلى إقليم التيمة معنا سيدي مجمع. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يبارك فيك، كي داير مع الوقت؟ الحمد لله ربي، وشكون سي مجمع؟ بارك أول شيء عيد مبارك سعيد. الله يبارك فيك، الله يحفظك ويرعاك. كي داز عندكم العيد سي مجمع في ولاد تيمة؟ ولاد تيمة معروفين بالكرم وبالجود والفلاحة زاهية والخير موجود، وفيهم النية وفيهم الصدق، والجوامع عندهم عامرة ممتلئة. كي داز عندكم العيد السعيد هاد اليومين؟ الحمد لله، الناس كيتغافروا، الناس كيتزاوروا بعضياتهم، وكل شيء كيمشي عن شيء.
غير واحد تبقى الله يحفظ اللي راه علينا الجنب خدامه معنا بالسيئات. المهم داكشي كتير ما كان ما نقولوا فيه امام الهواء. بغيت النمره ديالك تشري الا بغيتي تارو دانت دو بغيتك تدوز عندي ان شاء الله تارو دانت راه انا كاين حدا الطريق ديال تارو دانت. ايوه التيمه عرفت ولا التيمه اياه ان شاء الله يا ربي باذن الله باذن الله تعالى يا رحمن الرحيم باذن الله تعالى. وربما ان شاء الله قريبا شي منطقه قريبه ليكم سميتها اولاد بالرحيل عندهم شي نشاط قراني عظيم غادي يكون في هذه الايام المعظمه ان شاء الله ونكونوا معاهم تما ان شاء الله ونجي نزور تما سيدي بوجمعه. الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك جزاك الله الف خير جزاك الله الف خير. وهذا اخي مجمعه هذه الحياه لا تستقيم كلها ما لا يدرك كله لا يترك جله. دائما هناك فيها ابتلاءات قد يكون الابتلاء من فرد من افراد الاسره قد يكون فرد من افراد العائله قد يكون زميل لك في العمل وقد يكون جار لك. كاين لابد ان الانسان كيخلق لله تعالى واحد السبب من الاسباب. لماذا؟ لأن الحياة قائمة على الابتلاء. لا نتصور أن الحياة غتكون كلها طيبة كلها سليمة كلها خالية من العيوب. لا يمكن أن نتصور التصور أبدا لأن الحياة الدنيا القصيرة هي قائمة على الابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن في الدنيا نعيش ونتمتع ولكن عندنا لحظات لابد أن نمر فيها للابتلاء. الابتلاء هو لكي يمحص الله الذين آمنوا وينظر في قلوبنا هل هناك إيمان ويقين هل هناك صبر واحتساب ماذا نفعل. أخونا السي مجمعة يبدو أنه ابتلي بأحد جاراته ربما تستعمل أعمال الشعوذة وتستعمل أعمال ربما لا تليق ماذا عساه أن يفعل. هذا المشكل للأسف كثير جدا ليس عندكم فقط في ولاية تيمة في مختلف المدن والأقاليم. أتلقى مكالمات كثيرة لأناس في الدار البيضاء في الرباط في المدن الكبرى في العاصم أن هناك ناس للأسف يتعاطون للشعوذة يودون أقاربهم. الشعوذة صارت هي واحد طريق سوق رائجة وبها نؤذي الآخرين للأسف. وبعض يلجؤون إلى السلطة المحلية مثل تعقيد المقاطعة أو إلى رئيس الدائرة الأمنية أو ربما كيمشي يرفع شكاية عند وكيل الملك. لكن ما يكون الجواب؟ الجواب يكون بأن هذه الأمور هي غير مدرجة في الجانب القانوني لا في الجنائي ولا في هذه قضايا القانون لا يأبه بشيء اسمه الشعوذة. منهم من يقول ربما هذا ادعاء كاذب ومن من يقول هذا مجرد تهيؤات. القانون إنما يتدخل لما يكون هناك الشجار أو يكون هناك ضرب أو جرح يتدخل يعني واحد الوقائع ملموسة مادية. أما الشعوذة في الغالب يستعملها المشعوذون إما للتفريق بين الزوج وزوجته كما قال الله عز وجل ويتعلمون ما يفرقون بين الزوج المرء وزوجه يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. في الغالب الشعوذة كتكون للتفرقة. وقد تكون الشعوذة للتمريض. التمريض كيعود الإنسان مريض عنده واحد مرض غريب ما ينفع فيه لا طبيب ولا خبير في النفس لأنه مرضه غريب. كيمشي عند الطبيب يقول أنت ما مريضش كيدير التحاليل كيدير الأشعة كيقول أنت سليم عندك أوهام. كيمشي عند الطبيب النفسي كيجلس معاه مدة طويلة ما كيلقاش هو عنده التمريض ماشي مرض سببه الشعوذة. كتلقى ديما حزين ديما مهموم ديما في السخانة ديما طيح لي البطن ديالو ديما هو في غا تمريض او عنده اتقاف كيدير اتقاف ما بقاش عنده كاع القدرة على العلاقة الزوجية او ربما كيديروا لما يسمى بإبطال الرزق كي عنده البوار ديال الرزق عنده تجارة لا بيع لا شراء. وهذا كثير في المجتمع كثير عنده محل تجاري لا يبيع ولا يشتري عنده أرض بيبيع الوقت واقفة وخا مرت الكورونا وخا كاين انتعاش اقتصادي ولكن بالنسبة له هو كل شيء وقف. هذا كله للأسف موجود في المجتمع ديالنا. ماذا عسنا أن نفعل؟ هل تشكوهم إلى القاضي؟ القاضي لا يعترف بذلك. نطلب الله تعالى أنه يهدي هؤلاء الناس أولا. هؤلاء الناس
نطلب لهم الهداية. هؤلاء ضلوا وزاغوا واستحوذ عليهم الشيطان. هؤلاء باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. ندعو لهم بالهداية، ندعو لهم بالمغفرة. وحنا اش غنديروا؟ حنا سوف نحصن أنفسنا، نقوم بالتحصين. أشنو التحصين؟ هو علينا أن نقرأ على الأقل، أقل التحصين أن نقرأ الإخلاص والمعوذتين 3 مرات في الصباح والمساء. دائما أقرأ الإخلاص والمعوذتين في الصباح والمساء. إذا كنت أنا المريض أقرأه على نفسي، إذا كنت على زوجتي أو على أولادي أو إخوتي أقرأ عليهم. وكذلك النهار أشرب الماء، ماء القرآن، ماء الرؤية. أسهله أن نأخذ واحد الإناء ديال الماء ونقرأ فيه بصوتي الفاتحة 7 مرات. الفاتحة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الشافية العافية الكافية، 7 المثاني والقرآن العظيم. هذه الفاتحة نقرأها على الإناء واحد القرعة ديال الماء 7 مرات ونشرب ذاك الماء. هذاك الماء غادي يمشي مع العروق وغادي يمشي مع الدات وغادي يمشي مع الشرايين وغادي يغسل كل الأذى اللي كاين في الجسد ويخرج مع التبول. أنا ذاك غتكون انت عندك حسن حصين، غتكون محصن. فيحتار فيك عدوك، عدوك يبقى يدير السحر يدير الشعوذة ما يصور منك والو لأنك أنت محصن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نطلب الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس يهديهم المولى للطريق المستقيم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولهم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحباب الكرام، نبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعود إليكم مستمعي الأفاضل ونواصل هذا اللقاء المبارك، ويسعدنا أن نستقبل المزيد من المكالمات. اللحظة نتحول إلى إقليم أسفي مع للا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف دكتور، لاباس عليك؟ أهلا شريفة، حفظك الله ورعاك للا. عيدك مبارك سعيد، وكل عام إن شاء الله أنتم بألف خير، أنت وجميع إن شاء الله وجميع المغاربة وداخل الوطن وخارج الوطن. والله يحفظ مليكنا، والله يجعل ربي يسر أمورنا ويجعل كل عسير. اللهم آمين يا ربي. يا ربي يا كريم يا أم محمد، حفظك الله ورعاك الله وأسعدك الله. كيف حالك وكيف حال الوليدات وقدوستوا هذا العيد السعيد؟ الله ولك الحمد دكتور، غير وحدنا في الدار صافي، ما مشينا عند حتى شي واحد، ما جا عندنا حتى شي واحد، مقطوعين بحال ولينا مقطوعين من الشجره كيف ما كنقول، واخا عندنا العائله ولينا مقطوعين من الشجره. علاش انا الام محمد اش واقع؟ واش نتوما بعاد معزولين ولا غير ربما الناس القلوب ديالهم شويه ولا قاسيه؟ انا ما مشيتش يا دكتور، انا ما كاينش اللي يجي عندي، فهمتي؟ خاصني انا اللي نمشي ديما، خاصني انا اللي نمشي، خاصني ندور عليهم كاملين، خاصني إلا ما مشيتش أنا حتى شي واحد ما يجي عندي، فهمتي؟ هذا هو المشكل اللي عند خوتي. أنا مسامحة اليوم زعما، ماشي عيب زعما إلا مشيت عندهم. أنا بالعكس أنا كنفرح إلا مشيت أنا الأولى، كنفرح كنقول أنا اللي غندير الحسنات وأنا، ولكن هاد الخطرة ما مشيت إن شاء الله. حنتي الأخ ديالي داد عنده واحد الوليد وكنتسنى فيه إن شاء الله يدير الأسبوع ونمشيو لعندهم إن شاء الله، نفرحوا معاهم كاملين ونشوفهم إن شاء الله. أي إن شاء الله. وراهم غادي للصحراء، الله يجعلهم في يديهم على خير، يجيو على خير، غيمشيو للبحر. ان شاء الله. عندي اسر واحد الام محمد، ربما العذر ديالهم وانهم بعاد، ربما المواصلات كتكون صعوبه باش تتنقلوا من مدينه الى المدينه كتكون صعوبه، ولكن دابا الهاتف ميستر الواتساب كنشوفوا بالصوت والصوره وكنتكلموا مع العائله ومع الاحباب جميعا. اي دكتور، المهم انا المهم قبل ما يعود يقطع عليا خويا سامر، عندي واحد الاسئله. انا غير رجال الاسئله. تفضلي دابا تفضلي. خوتي بعاد عليا دكتور، ما بعادش نهائيا، عندهم مطار، عندهم يعني كيمشيو كيجوا للسوق حدايا، يعني كيمشيو يجوا ليه، يعني ماشي بعاد، ولكن هما ما جاوش عندي، ولكن انا مفقعانة عليهم والله، مفقعانة عليهم. انا خوتي عزاز عليا وما نبغيش ليهم شي حاجه خايبه، واخا ما كيعيطش ليا بزاف على اللي كنعيط اكثر، واخا انا ما عنديش مشكل معاهم، والله ما عنديش مشكل مع شي واحد من خوتي، بالعكس انا كنطلب لهم الله تعالى الهدايه، وكنطلب لهم الله عز وجل ان شاء الله يوقف معاهم ويتحانوا في بعضياتهم، ويعني الا ما جاوش عندي انا نمشي عندهم، والله ما عندي شي مشكله دكتور معاهم، حق الله العظيم دكتور. ان شاء الله كيقولوا الجيات اكثر من الريحات، ان شاء الله مازال الخير الى الامام، مازال ان شاء الله الصيف والمناسبات السعيده. لا مع خوالي لا مع ما كرهتش ندير جلابيتي فوق ظهري
ونبيع عند عائلتي كامله، ولكن يا دكتور الظروف ما تسمحش لي. خاصك بزاف ديال المصاريف وبزاف ديال الحوايج. ودكتور طبعا كنحيي كل شيء، كل واحد كيسمع ليا، وكنقول لهم عليكم مبارك، والله يجعل ربي يدخل علينا شهر شوال بالاجر وبالثواب ان شاء الله. انا ناوي ان شاء الله نصوم هذا الشوال، ماشي بنويش ان شاء الله، الله يكمل علينا بالخير. بغيت دكتور كريبي نقول نطول عليك شويه. عندي واحد الاسئله ديال جوج اسئله عندي. السؤال الاول نعم هو الصلاه ديال التسابيح. نعم التسابيح بغيت نعرف يعني كيفاش الناس كيصلوا صلاه التسابيح، لاني انا ما قاريه ما والو، بغيت نعرف كيفاش. والسؤال الثاني، واحد السيده طلبتني قالت لك نعست وفاقس مع الصباح، لقات يدها فيها الحنه مكتوبه فيها الله اكبر في الصبع ديالها، وهي كتسنى في الجواب على المباشر، بغات تسمعوا في المباشر مكتوبه في الحنه الله اكبر في الصبع، هذاك الصبع الوسطاني الطويل اللي كيكون كيديروا فيه الخاتم وداك الشيء، عرفتي يا دكتور؟ اي عرفت اياه لله. وهي اللي دكتور كريبان والله يجعل ربي ان شاء الله يفرح الجميع. وصلينا الحمد لله 27 يعني عاود بوحدي انا وليداتي، صلينا الله يتقبل. ودكتور يعني واحد جاء عطانا الحلوى، عطانا زعما الحلوى في الصباح، فهمتي ما عرفتش شنو هادشي زعما. اييه ودعي معنا الحمد دكتور، وبصح راني عيانه شويه، كيدرني واحد الجنب دكتور، على مشيت لشي بلاصه ورجعت كتشد عليا واحد الجنب ديالي بحال شي عصبه وغتقطع لي في ظهري، ما عرفتش يا دكتور شنو هو. وليت كنتعصب شويه وني عيانه، وبقى ما رجعش عند الطبيب، والله يلاه يصوب، وبغيت كاع المغاربه يدعوا معانا وخلي الدعاء دكتور كيف قلتي حتى الاخر، والله يجازيكم، الله يجعل ربي يجازيك يا دكتور، وخليك تاج فوق راسنا، وخليك كتريلي مضويه على كاع المغاربه انا كنحييهم وكنطلب لهم الله سبحانه وتعالى اللي ما عندوش وليدات الله يرزقهم ليه. وكنسلم على واحد الاخت فاطمه راه من قليم اسي، كنسلم على اختي الوازنه كنقول لها سمحي لي راني ما كرهتش ليك، سمحي لي، وكنعزيها في الخال ديالها. والاخت حنان اللي من وازان كنقول لها الله يحفظك، الله يوقف معاك، هي راه هضرت معها واحد المره ومازال ان شاء الله دابا نعيط لها. وكاع اللي كيعرف ام محمد وكيعرف بالصوت ديالها كنقول لهم راه حنا كنا خوت ومالكنا واحد وربنا واحد والرسول صلى الله عليه وسلم اللي كنحبوه كاملين، ان شاء الله سيدي ربي يجمعنا معاه في الفردوس الاعلى، والله يجازيك يا دكتور ويحفظ خويا سامي اللي ديما مسكين داير بحسابي، الله يوفقه ويحفظ لي وليداته وكاع العاملين في اذاعه ميد راديو، وجيراني وبهيجه ومول قيده وخوتي وعائله خوتي واختي، وكاع ان شاء الله ربي الكريم يحفظ للجميع، يا ربي يحفظ طفلتي ان شاء الله ويستر لها واحد البنيه ديالها يا ربي يا كريم. واسمح لي يا دكتور طولت عليك، اسمح لي بزاف، شكرا. العفو لا، شكرا لك لأم محمد، شكرا لي أم محمد من أسفي، هي الحمد لله مستمعة وفية وعشنا معها منذ سنوات المعاناة ديالها لما كانت أمها مريضة طريحة الفراش، ثم بعد أن التحقت بالرفيق الأعلى لتأخذ جائزتها في جنات النعيم، عشنا معها المعاناة ديالها مع وليدة صغار، ظروف عيش قاسية للغاية، زوجها قليل صحة كيشتغل طالب معاشه بواحد دراهم معدودات، ومع ذلك عندهم القناعة وعندهم الرضا بالوضع، ودائما هي نشطة، دائما أم محمد عندها مكالمات هاتفية سواء في الإذاعة هنا أو مع صديقاتها اللي كتعرف عليهم عبر الأثير، والحمد لله دائما حية ودائما فيها النبض عندها عالي، وبغيت ولك بالعناية والرعاية لا حول ولا قوة إلا بالله. نشكرك على كل هذه المكالمات الطيبة ديالك. جوابا على الأسئلة للتخصي، أولا صلاة التسابيح، هذه صلاة شرعها الإسلام أن يصليها الإنسان كما جاء في الحديث النبوي الشريف مرة في اليوم، فإن تعذر عليه فليصليها مرة في الأسبوع يوم الجمعة، فإن تعذر عليه فليصليها مرة في الشهر، فإن تعذر عليه فليصليها مرة في السنة، فإن تعذر عليه فليصليها ولو مرة في العمر. هي صلاة التسبيح هي توجه من طرف المؤمن إلى خالقه يسبحه ويدعو له، وفيها أجر وثواب كبير أن الله تعالى يغفر بها الذنوب، والله تعالى يستر بها العيوب، وتشفع لصاحبها يوم القيامة. صلاة التسبيح هي مكونة من أربعة ركعات، 4 ركعات،
كنديروا تكبيرة الإحرام كنقرأوا الفاتحة وكنقرأوا قل هو الله أحد، ثم باش كتميز بأننا بعد القراءة نكثر التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد واحد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد جوج، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ثلاثة، كم خمس تمر هكذا. طبعا ما غنحسبش باللسان ديالي نقول واحد جوج ثلاثة، لا غنحسب بصباعي أو بالسبحة. كنقول عند القراءة وأنا قائم كنقول 15 مرة، وعندما أركع أنقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ونعود قل تسبيح كما ذكرتها عند القراءة هذه المرة 10، عند القراءة كنقولها 15 مرة، ولكن في بقية الحركة الأخرى كنقولها فقط 10 مرات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، كنقولها 10 مرات متابعة، ثم أرفع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، وهكذا 10 مرات عند الرفع. ثم عند السجود لما أهوي إلى الأرض ساجدا غنقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبوح القدوس رب الملائكة والروح، وغنقولها 10 مرات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد 10 مرات. ثم أرفع في الجلسة بين السجدتين نعود نقول الله أكبر ونعود نقولها 10 مرات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، ثم أسجد ونعود نقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ونقول عودني 10 مرات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، ثم أرفع ملي أرفع نقرأها عاوتاني نركز كما فعلت في الأول عند القراءة الفاتحة والصورة كنقولها 15 مرة، وعند الركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود والسجود الثاني كنقولها 10 مرات، 4 ركعات متتالية، وفي الركعة الأولى نقرأ بالفاتحة والضحى، والركعة الثانية بالفاتحة وألم نشرح لك صدرك، والركعة الثالثة بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والركعة الثالثة بالفاتحة وقل هو الله أحد أو بما شئت من القرآن العظيم، وتصلى في الغالب إما في جوف الليل أو تصلى وقت الضحى. هذا صلاة التسبيح بعض العلماء قالوا بأن في إسنادها ضعف، لأن العلماء ديال الحديث حينما يتعاملون مع الروايات الحديثية عندنا ما يسمى بالمتن والسندي، هذا هو متنها. السند الذي السلسلة ديال الرواة حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قالوا بأن هذه السلسلة فيها ضعف، فمنهم من ترك العمل بها، لكن جمهور الفقهاء والمحدثين قالوا نعمل بها في فضائل الأعمال ما دامت كلها ذكر وكلها تسبيح وتكبير نقوم بها إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يقوم بها كما جاء في الحديث مرة في اليوم، فإن تعذر عليه فليصليها مرة في الأسبوع، فإن تعذر عليه فمرة في الشهر، فإن تعذر فمرة في السنة، فإن تعذر عليه فمرة في العمر. صلاة التسبيح فيها مغفرة، الله يغفر بها ما مضى، الله يفرج بها الهموم وينفس بها الكروب ويقضي الحوائج، وهي شبيهة بتسبيح نبي الله يونس ابن متى عليه السلام لما كان في بطن الحوت في جوف الليل في قعر البحر في ظلمات ثلاث، الذي أنجى سيد يونس من همه وكربه أنه كان كثير التسبيح، كان يقول سبحان الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حتى ربنا قال لك لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قيل لما صار يونس عليه السلام يسبح ويستغفر الله وفي بطن الحوت في جوف الليل في قعر البحر سمعته الملائكة وقالت يا ربنا هذا عبد كان أيام الرخاء يسبحك كثيرا، أيام الرخاء الآن هو في الشدة، يا ربي
أنقذه. فأنقذه المولى عز وجل وقال لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. فربنا عز وجل أنجاه من ذلك. من هنا قال العلماء بأن صلاة التسبيح هي أشبه بصلاة يونس عليه السلام وفيها فرج كبير. نسأل الله تعالى أن يتقبل من كل من يسعى لأن يتقرب إلى المولى. وربنا عز وجل قال في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيدنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن هو يكره الموت وأنا أكره مساءته. حتى ذكر العلماء أن الذي يسبح الله كثيرا الله يمد له في العمر أو يطيل له العمر لأن الله تعالى يأبى أن يقبض روحه إذا جاء أجله إذا كان مكثرا من التسبيح. فهنيئا لمن وفقه الله تعالى التسبيح. وجوابا عن السؤال الثاني هذا السيدة اللي شفت عند الحنة في يديها هذاك أمر عادي. كاين بعض النساء كيف يقف الصباح كيلقوا الحنة في يديهم إما عازبات وإما متزوجات. والحنة كتكون إما علامة دائرية أو ولا كتكون كيكون جملة مكتوبة فيها سبحان الله أو فيها الله أكبر أو فيها شي كلام هكذا. هذا الحنة منين جاتها؟ جاتها من القرين. دابا كل واحد منا من عباد الله عنده قرينه. كل واحد منا عنده قرين. هذاك القرين قد يهديه المولى عز وجل إلى الإيمان واليقين فيعينك أنت العبد الضعيف. هذا القرين هو يصير إعانة من عند الله. يعينك على الصلاة كيف يأكل الفجر يقول لك نوت صلي كتحسب واحد النشاط. يشجعك على تلاوة القرآن. يشجعك على إخراج الصدقات. هذا القرين. وكاين القرين السيء. القرين السيء هو الذي يشجعك على المعاصي. إذا أنت كنت مهملا فإن القرين قرين السوء يتقوى يرشدك إلى مضيعة الوقت إلى الإساءة إلى الخلق. هو كيعاونك على هذا الفعل السيء. وربنا عز وجل أخبرنا يوم القيامة أتقع البراءة وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. هذا القرين كيتكلم يوم القيامة لأن ماشي غير النفس. احنا عندنا النفس البشرية وإن النفس لأمارة بالسوء إلى ما رحم ربي. النفس سهلة ممكن حكموها حتى هي ملكك أنت. لكن القرين هو كائن آخر خارج عنك. إذا كان سيء فإنه يرشدك إلى الضياع وإلى الزيغ وإلى الضلال. ولكن إذا كان مؤمن صادق فإنه يعينك على العبادة والطاعة والصبر والاحتساب. فالقرين يعطيك علامة. العلامة ديال القرين ديال الخير هو كيكتب لك بالحنة كلام كيقول لك أن راك رانا معك. وهذيك رسالة من عنده. رسالة كيقول لك أن معك وأنا حافظك وأنا أنا أنا معك في الإيمان واليقين. دابا هاد السيدة ملي شافت في الخاتم في الليل ديال الخاتم كاتب لها الله أكبر بالحنة في المنام ولقاتها مكتوبة في اليقظة معنى أنها هاد القرين ديالها راه مؤمن وهاد القرين ديالها راه صادق. وكيوصيها كيقول لها لسمعتي الله أكبر قومي إلى الصلاة واتركي كل ما بيدك لعلك مفرطة في ذلك قومي إلى الصلاة غتزدادي خير في خير ويفتح لك الله تعالى بها أبواب التيسير. هذا هو القرين الخير. القرين السيء باش نعرفوه كنعرفوه بأن الإنسان بعض النساء كيفيقوا في الصباح كتكون أزرقة في الفخاد ديالها أو الدرعان ديالها وكيقول لك عرق انفجر العروق ديالهم. ولكن لا القرين يمشي من آدم مجرى الدم تمشي في العروق. فكلقى كتلقى زرقة في الفخاد ديالها ولا في الكتاف ديالها معنى ذلك أن القرين ديالها سيء والشرير وأنه صاحب سوء. البنت اللي كانت عازبة وشافت الحنة في يديها علامة على أنها قريبا سوف تتزوج. القرين ديالها رسل لها إشارة كيقول لها الفرح قريبا سيكون منك. وفعلا أذكر أن هناك العشرات من الفتيات قالوا لي بأنهم شافوا هذه الحنة وقلت لهم راه داو التفسير ديالها غتكون عروسة قريبا. وفعلا ما هي إلا مدة قليلة أسابيع أو أشهر على رؤوس الأصابع وكنا عروسات ودبا صرنا أمهات.
والمرأة المتزوجة إذا رأت الحنة في يديها قد صح معنى أنها سوف يعيد الله لها مع زوجها علاقة محبة ومودة جديدة، فهو كل خير. فأبشري أخت محمد، قل هذه السيدة بأن هذه الرؤية ديالها وهذه الحنة اللي لقتها كلها خير في خير. كذلك أم محمد، شفتي بأنك أنت وبنيتك صليتوا صلاة العيد وصليتوا التراويح ديال رمضان وصليتوا ليلة القدر بعضياتكم، وحلمتي في الصباح بأن شي واحد عطاك الحلوى، هذيك معناها الجائزة، هذيك إشارة لأن الله تعالى كل عمل عليه جائزة. الله تعالى دلنا واحد النظام في الحياة، احنا في الدنيا أي واحد دار واحد العمل خصو يتخلص عليه، كاين اللي كيتخلص مياوم كيتخلص بالنهار بالنهار جورني جورنالي، وكاين اللي كيتخلص بالاسبوع، وكاين اللي كيتخلص بالشهر، وكاين اللي كيتخلص بالسيمستر، كل واحد وباش كيتخلص. فلا بد كل عامل خصو الخلصه ديالو. الله سبحانه وتعالى حتى ولله المثل الاعلى كيعطي الخلصه، كاين اللي كيجمع لي الله كل شيء، المؤمن الصالحون حتى الاخره عاد كيعطيهم الخير الكبير، وكاين اللي كيعطي في الدنيا كل مره كيعطيهم واحد الاجر واحد الثواب وكيبان في الدنيا. ومنها هذه الحلوة اللي شفتها في المنام، أن الله تقبل منك وبناتك هذه الصلاة والعبادة وأن لكم أجر وتواب كبير بإذن الله. أسأل الله أن يتقبل منكم وأن يشارك الأمة. هذا المرض اللي عندك هو مرض ديال الأعصاب، هذاك المرض قلت لي شحال هذه راه مرض ربما كتبقي تعبي بزاف وكتمشي عند الأطباء من طبيب لطبيب، العلاج بيدك، ترخيفك النفس وغترمي الحمل كله وراء ظهرك وتقول لا تقول كيف جرى ولا لما جرى وإنما قل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه وصفة داروها أهل الله من اللي تكون القضية مرتبطة بالنفس وبالحياة وبالمشاكل الدنيا، لا تسأل لماذا وقع كذا على شقع كذا على شقع كذا، ما تقول سول، لا قل لا تقول كيف جرى ولا لما جرى وإنما قل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكل شيء عنده بحسبان. خلي على الله والجهاز النفسي غادي يرتاح، وبالتالي لن تحتاجي إلى 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 أطباء ولا إلى أدوية ولا إلى أي علاج. العلاج النفسي كيكون بأن نسلم أمرنا إلى الله، وإحنا خصنا كل ليلة حينما ننام نسلم أمرنا إلى الله. إحنا بعد قليل سوف ننام، كيف ننام؟ نتوضأ، نصلي ركعتين باش ننعسوا على وضوء وطهارة، وكنستقبل القبلة في النوم، وأقول في الدعاء المأثور كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول: اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. صافي، وكنسلم أمري كله إلى الله، وكنقطع حبل التفكير، الماضي كله اللي عندي أسود كنقطع حبل التفكير، ما نفكرش. ذاك يجيك الوسواس، الوسواس قبل النوم كيبقى يقول لك راه كان وكان 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 أسوأ الأشياء، وملي كتنعس بالليل غتحلم أحلام مزعجة، في حين لو أنك قطعتي حبل التفكير وكنت كتذكر الله تعالى وقلتي غنبدا صفحة جديدة غتحلم أحلام جميلة جدا، وفي الصباح الباكر كتفيق وأنت نشيط وأنت كلك حيوية وكلك حركية. أسأل الله تعالى أم محمد أن يشافيك ويعافيك ويداويك ويشافي جميع مرضى المسلمين. اللهم آمين، اللهم آمين يا أكرم الأكرمين. وناخذ مكالمة أخرى من إقليم أسفي مع للا ملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته دكتور، خير بخير. بارك الله فيك بنتي ملك. عارفة كان عندي شي مشاكل ودابا وليت مضطربة، وليت عندي ولا عندي مشاكل نفسية، مبقيتش عارفة شنو اللي صعبك كنفسر هادشي. كنشوف شي يعني شي حوايج في حياتي بزاف، نقدر نقول لك انني ثلاثة خطرات النوبة الاولى تشلل وانا صغير، انا عندي 2 سنين ولا 9 سنين ما بقيتش كنعقل كيف توقفت عقلت ولا طايحة المرة الاولى. أيه؟ وصافي وليت شافيت وبغاني ربي نعيش وعشت، فعاودت نسقط نوبة اخرى في واحد المقمورة، وديك المقمورة بقات تابعاني حياتي دابا نشوفها في الليل بزاف وكنكون خايفة بزاف. لا إله إلا الله، الله يشفيك بنتي ملك، الله يشفيك ويعافيك يا رب.
الله يشفيك. ملك بنتي نطلب الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء أن يرزقك القوة ويرزقك المدد. ملك أنت بقى مازال صغيرة، أنت عندك 32 سنة، يعني أنت في تعيشين في ربيع العمر. هذا السن كيتسمى ربيع العمر، صاحبه أو صاحبته ينبغي أن يكون متفائلين، كن متفائل وكن مقبل على الحياة، وأن تكون قوي وأن تكون مغامر وتحب المغامرة وتكون كتعيش كتبني الحياة، لأن هذه اللحظة لحظة البناء للأسرة وبناء للذات وبناء للعائلة. إلى الإنسان في هذا السن استحوذ عليه الشيطان بالوساوس راك يدمره وكيخليه واقف في المكان دياله، والقافلة تسير، القطارات تسير بسرعة، هو واقف في مقامه، وغتمر سنين وغادي يقاسوا بأنه فات القطار والناس سبقوه. هذا المشكل اللي عندك لالا ملك راه ممكن لخصه لك في كلمة واحدة، هذا يسمى وسوسة، هذه وسوسة إبليس، لأن الأمراض النفسية هي كثيرة ومتعددة ومتشعبة، فيها أقسام وفيها أبواب وفيها وفيها، ولكن نلخص بأن معظمها هي من الوسواس الخناس. أنت يا بنتي مالك وقع لك هذه الأحداث في حياتك؟ شكون اللي ما وقعش لي في حياته مثل هذه المطبات؟ كلنا وقع لنا أحداث كثيرة مؤلمة في حياتنا، مرة كنسقطوا ونعود نوقفوا من جديد، مرة كنصدموا وكنمسحوا الدموع وكنعود نبتسموا من جديد، وهكذا هي الحياة. هاد الناس اللي يسمعوا فينا الآن راه ما كاينش شي واحد فيه خرج من بطن أمه وهو في فمه ملعقة من ذهب وبقى حياته كلها يتمتع ويرتع حتى وصل إلى ما وصل إليه، أبدا. كلنا كل فرد إلا وفي حياته لحظات ألم ولحظات أمل، لحظات انكسار ولحظات قيام جديد. فهذا هو هكذا الإنسان ينبغي أن يكون عنده القبول لما يقع في الحياة. الدنيا خلق الله هكذا، تعطي وتمنع، مرة يعطيك مرة يمنعك. الناس هما أشكال وألوان إزاء هذه المواقف، كين العقلاء والصلحاء وأصحاب الهمم العالية ما كيبقاش يخمم في الذي مضى، كينساه. عندنا حياتنا فيها بزاف الأشياء أليمة كنسوها نهائيا، وطريقة النسيان ببساطة نقطع حبل التفكير، نحن عندنا حبل للتفكير يبقى ممتد، نقطعه بحال المقص، دير واحد المقص وهمي واحد المقص مجازي واقطع بحبل التفكير وانسى الماضي كله وارتاح في بالك. كل اللي الله يسترنا ويستركم هذاك الماضي يحكمه، وكيدير لي واحد دائرة مغلقة ويقيده بالسلاسل والأغلال وكيبقى يدور تما. أعزكم الله تعالى كيف كيقولوا داك الرحى، كيكون واحد أعزكم الله واحد الحمار كيدور لي واحد في العينين ديالو كيغطوا لي عينيه وكيبقى يدور على الرحى كيعصر الزيتون وكيبقى غادي كيدور، هو يظن نفسه يسير ويدور في محله في محل مكانه. هكذا يقع لأصحاب الأمراض النفسية، كيبقى يدور في بلاصته، كيدور في واحد الحلقة مفرغة وعيني ممضين ولا يرى الحياة. لابد أن تقطع حبل التفكير السيء، لابد أن تزيل الديتار الأسود على عينيك، لابد أن تستشرف المستقبل، لابد أن تنطلق إلى الأمام. والحياة هكذا عطاء ومنع، وحينما أعجز أرفع يدي إلى السماء وأقول يا رب أغثني، يا رب مدني بالعطاء. ربنا سبحانه وتعالى كل واحد فينا رأى عنده قوة داخلية، رأى كلنا عندنا قوة داخلية، عندنا الصبر وعندنا الإرادة وعندنا الرغبة في النجاح، وعطانا الله طاقات كثيرة جدا جدا بداخلنا، رأى ما كانش واحد هذا ضعيف وهذا قوي، كلنا أقوياء. لكن القوي هو عرف واكتشف طاقات ديال القوة في نفسه، والضعيف لم يكتشفها بقى عنده كامنة. لابد أننا نستخرج الطاقة اللي عندنا وننطلق في الحياة، وإذا عجزنا نرفع أكف الضراعة إلى الباري ونقول مدد مدد يا الله، وربنا يعطينا المدد ومن ثم نستطيع أن نواصل. فبنتي ملك بغيتك تنسي الماضي كله، الماضي الأسود، وتفكري غير في الماضي الجميل، اللحظات الجميلة في حياتك، ودائما عيش اللحظة طولا وعرضا ثم استشرفي في المستقبل. كاين بعض الصلحاء يقول لك نحن عبارة عن زمن، خط زمن، عندنا حياتنا فيها الماضي وفيها الحاضر وفيها المستقبل. الماضي نحاول أننا نتفكر فيه فقط الجوانب المشرقة وننسى فيه الجوانب السيئة. المستقبل نتمنى ونعمل له، ولكن لا نكون سجناء للمستقبل نشعر بالخوف أو الهلع. لابد أن نركز على الحاضر
يقول لك ما مضى مضى ولن يعود أبدا، والمستقبل غيب مؤمل، وليس لك إلا اللحظة التي أنت فيها، عيش اللحظة. اللحظة هذه عيشها طولا وعرضا. أجي وقت الصلاة غنصلي، وقت العمل غنعمل، وقت التشبع العالي غنجمع، الوقت اللي غنعجز غنقول يا ربي خذ بيدي، يا ربي أعني وارزقني القوة والمدد، وسخر لي أفضل خلقك يكونون عونا لي. وتلقي الحياة طيبة، الحياة سهلة، الحياة جميلة في رحاب الإيمان، الحياة ما أحلاها، سهلة طيبة ميسرة، ربنا يباركها ويجعل كل عسير عليك سهل يسير. فأسأل الله تعالى ملك أن يحفظك ويرعاك ويبارك فيك ويشفيك. اللهم أمين، اللهم أمين يا أكرم الأكرمين. نواصل أيها الأحباب الكرام، ونأخذ مكالمة أخرى مع أخينا علي من أسفي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام سي دكتور، كدير لاباس عليكم؟ الله يبارك مولاي. لاباس عليكم؟ الحمد لله، أكرمك الله. شرف لي سي دكتور أنني قبض لي الخط باش دويت معك. واخويا الشرف لنا، الله يكبر بيك ويعلي مقامك سيدي علي، الله يعلي الدرجات ديالك. الله يعني، انا فرحان وانا سعيد من قبطيه خذ ودويت معك بالله. يا حياك الله مولاي، حياك الله. كل شيء بخير، لاباس عليكم؟ ولله الحمد اخويا، اعزك الله مولاي. يا مرحبا. الله يجازيك بخير يا سيدي دكتور. انا كنطلب الله سبحانه وتعالى ابني بالمسجد وبلين بسموه، إنه وانا داك مريض شي شوية، عندي الكلاوي. الله يشافيك أخوي، الله يشافيك. عندي الحريق في الكلاوي والمسجد ما كان قدش مشي ليه بزاف، وطرودو ما كان شدوش سنين وانا عندي هذا المرض. الله يشافيك مولاي. الله سبحانه وتعالى يبنينا بحب الله سبحانه وتعالى، يبنينا بالمساجد. اللهم امين يا رب، اللهم امين اخويا. هاد العواشر فرط ما اجتهدناش باش نمشيو للتراوح بزاف، نظرا لهاد الالم اللي فيا وهاد الظهر وسموه ما كان طاطعش باش الناس. معذور اخويا علي، معذور، معذور لك انت مريض. واش انت عارف واش عندي شي ايتم ولا سموه ما؟ لا اخويا، لا الاعمال بالنيات اخويا، لا. الله يحفظك سيدي علي، ياك لاباس عليكم الوليدات. الله يبارك فيك اخويا، كنشكرك اخويا علي، كنشكرك. الله يشافيك ويعافيك، الله يشافيك ويعافيك، الله يداويك، الله يمتعك بالصحه والعافيه وتمام العافيه. وكنشكرك على هذا السؤال، ربما ننور به الكثير من المستمعين والمستمعات. اخونا علي كما سمعتم يعني عنده نيه وعنده رغبه في ان يكون من عمار المساجد. النية رها مهمة. إذا قرأتم كتب الحديث النبوي الشريف ستجدون بأن أول حديث يبدأ به المحدثون خصوصا الإمام البخاري في جامعه الصحيح التي تسمى أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. أول حديث يبدأ به الإمام البخاري في فقه الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. حديث طويل. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث طويل. إنما الأعمال بالنيات، هذا ما يهمنا الشاهد عندنا، وهو أن الإنسان إذا كان في نيته وفي نفسه أنه يقوم بعمل من الصالحات لكن منعه مانع وأوقفه واقف، إما مرض وإما أي طريق من الطوارئ، فربنا عز وجل يكتب له الأجر كاملا. كانوا بعض الصحابة رضي الله عنهم بغوا يخرجوا للجهاد لكنهم ما استطاعوا. الجهاد كيطلب القوة، كيطلب الشجاعة والإقدام. هم كانوا مرضى طريحي الفراش، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قال لكم إخوان، ما سلكتم من مسلك إلا سلكوه معكم، ولا قطعتم من فج إلا وقطعوه معكم. حبسهم المانع، هم على طريق على فراشهم نائمين. فالإنسان إذا كان عنده رغبة في العمل الصالح ولكنه لا يستطيع، الله تعالى اسمه الكريم يكتب له الأجر والتواب كاملا
غير ناقص. فأنت أخي علي كنت كتمنى أنك تحضر المساجد، وكلنا ذلك الإنسان كان المحظوظ منا هو لما يسمع الله أكبر يجد نفسه في بيت الله. كان الصلحاء يقول لك، مش نعرف الصلحاء، لما تسمع الله أكبر ينبغي أن تكون في بيت الله، إلا إذا كان عندك عذر قاهر من عملين أو شيء شغل اللي هو الناس فيه أمس الحاجة إليه، كأن يكون طبيب في المستعجلات أو يكون شرطي في الحراسة أو يكون إنسان واقف على باب من مصالح المسلمين. وإلا فإذا سمع الله أكبر ينبغي أن تكون داخل بيت الله. وحتى بعض الصلحاء يقول لك الأذان إنما هو تنبيه للغافلين، الغافلين أما اللي يقولون بحاضرة فإنهم يكونون في المسجد قبل الأذان، يودل الأذان وهم في بيوت الله قائمين. فالإنسان بنيته، لكن إذا أصابك مرض، عندك هذا المرض الكلي وصعيب مرض الكلي ولا خسولة بده يشرب الماء ويتبول وكيلقى صعوبة كبيرة، هذا مريض، والمريض لا حرج عليه. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم سأله مريض بالبواسير، قال لي يا رسول الله أصلي قائما؟ لا أستطيع. قال لي صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا حسب القدرة والاستطاعة. فقاعدة عندنا في الشريعة الإسلامية أن الأحكام الشرعية كلها مرهونة بالقدرة والاستطاعة. ربنا لما نزل خواتيم سورة البقرة، ربنا لا تواخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت من قبلنا، قال فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعلت. كلما ذكر المؤمنون دعاء يقول ربي قد فعلت. فالإنسان على قدر استطاعته، إن استطعت أن تحضر المسجد لك الأجر والثواب، إن تعذر عليك وكانت نيتك صادقة فربنا يكتب لك الأجر والثواب كاملا، وإن شاء الله يجيب الشفاء الله تعالى. الشفاء الكلاوي أخويا سيدي علي كما ذكرت من قبل، دائما خذ واحد القرعة ديال الماء ماء معدني وقرأ فيه بصوتك، قرأ فيه الفاتحة وما تيسر من كلام الله، كل كلام الله شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فيه شفاء للناس، نقرأ ما تيسر من كلام الله تعالى. وربي سبحانه وتعالى ذاك الماء كنشربوه وراه كيمشي للذات وكيصفي الذات، هذاك الماء ديال الرقية بكلام الله عز وجل ما كيبقاش ماء عادي، هو في الأصل ديالو كيتسمى H2O هيدروجين بلس دو أكسجين، لمولوكيول ديالو مكونة من هالتركيبة. لكن لما نقرأ عليه الفاتحة أو نقرأ عليه آيات الكرسي أو الإخلاص والمعوذتين أو بقية صور القرآن العظيم، كلما قرأناها بإخلاص وبيقين فإن ذلك الماء يتحول إلى تركيبة غريبة. وقد حلله العلماء، علماء اختصاصيين قاموا بالتحليل المائي ولقوا بأنه غريب جدا، يتحول تحول مدهش ويصير طاقة استشفائية على قدر النية، اللي فيه النية راه كيعمل معاه العمل ديالو، واللي ما فيهش النية راه ما كيعمل شيء. كتشرب داك الماء وكيمشي في الذات وكيصفي، وان شاء الله يجيب الله الشفاء التام. اسال الله الكريم المتعال ان يشفيك ويعافيك ويداويك ويمتعك بالصحة والعافية. اللهم امين، اللهم امين يا ربي يا كريم. أيها الأحبة الكرام، ونحن في ختام حلقة هذا اليوم، هذا وقت متأخر من الليل، والناس اللي معنا معظمهم بدأوا صيام شوال فهم من أهل الصيام وأهل القيام. وطلب الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. حنا كنديروا الأسباب، ربنا أمرنا باتخاذ الأسباب والمسببات، نؤمن بالعلل والمعلولات، نقوم بالجهود ونؤمن بأن الله أعطانا القدرة والاستطاعة وأعطانا مؤهلات لكي نصل إلى الأهداف المنشودة. لكن أحيانا نجد أنفسنا ضعفاء، نجد أن أنفسنا مغلوبين، هذا مقام من مقامات العبودية، هذه نعمة، نعمة أن تشعر لحظات بأنك مغلوب، لماذا؟ أنك تميز بين مقام الألوهية
القدرة والاستطاعة ومقام العبودية الضعف والهوان. فاللهم يا رب العالمين إننا عباد ضعفاء مستضعفين، وأنت ربنا خالقنا القوي القاهر للعباد القادر على كل شيء الذي كتب على نفسه الرحمة. اللهم إنا نرفع أكف الضراعة إليك ونسألك يا مولانا أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا للقرآن، وأن توفقنا يا مولانا لصيام 6 من شوال. اللهم وفقنا جميعا لصيام هذه الأيام المباركة، واجعلها علينا سهلة يسيرة، وارزقنا فيها أوفر الأجر وأكثر التواب. اللهم واغفر لنا الذنوب واستر عنا العيوب، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم يا حنان يا منان حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من عبادك الراشدين. اللهم يا أكرم الأكرمين اجعل قلوبنا معلقة بالمساجد، اللهم اجعل قلوبنا وعقولنا وأرواحنا معلقة ببيوت الله، اجعلنا يا ربنا عند كل صلاة نكون في الصفوف الأمامية نصلي مع الإمام والمأمومين مع أهل الله وخاصته، وتقبل منا يا ربنا صلاتنا وارزقنا فيها الخشوع والإخلاص. اللهم يا رب موفقنا لأن ننفق مما رزقتنا من أموال، ننفق شطرا منها على الضعفاء والمساكين، ونوسع على أصحاب الحاجات. اللهم اجعل أنفسنا تعطي وهي فرحة مسرورة. احفظنا يا ربنا من البخل، واحفظنا من اكتناز الأموال، واجعلنا من الذين يعطون ولا يخشون الفقر. اللهم وارزقنا جميعا رزقا واسعا، رزقا طيبا، رزقا كريما. اللهم يا رحمن يا رحيم نعوذ بك من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا ربنا إن كثيرا من عبادك قد أصابهم الوسواس الخناس واستحوذ عليهم وجعلهم يعيشون حياة ضنكة. اللهم يا رب خلصنا جميعا من هذا الوسواس الخناس. اللهم باعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا منه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا منه بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعل بيننا وبين الشيطان وسوسه وألاعبه حجابا مستورا. اللهم اجعل بيننا وبينه حجابا مستورا، لا نراه ولا يرانا لا من قريب ولا من بعيد. وسخر لنا يا رب ملائكة الرحمن. اللهم اجعل ملائكة الأنوار النورانية اجعلها لنا يا ربنا عن اليمين وعن الشمال، تحفظنا أينما حللنا وذهبنا، تحفظنا في يقظتنا وفي منامنا وحركاتنا وسكنتنا. اللهم اجعل الملائكة النورانيين، اجعل الملائكة الربانيين يحيطون بنا من كل جانب، يحفظوننا في كل وقت وحين. اللهم اجعل بيوتنا مليئة بملائكة الرحمن، واجعل يا رب صدور نورنا مليئة بملائكة الرحمن، واجعل يا رب مقرات عملنا كلها نور مع ملائكة الرحمن. اللهم يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم شافي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم إن عبادا لك أصابهم المرض والسقم والعلة، أنت طبيبهم وأنت معالجهم وأنت مشافيهم، شافينا وشافيهم وشافي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم شافينا من الأمراض العضوية ومن الأمراض النفسية ومن الأمراض العقلية ومن الأمراض الروحية. اللهم شافنا شفاء تاما ليس بعده ألم. اللهم يا ربي واجمع الشمل بين العائلات والأحباب. اللهم اجعلنا نصل الرحم ونقي القلوب من الضغائن والأحقاد، واملأها بالمحبة والخيرات والبركات. اللهم كثر خيراتنا، اللهم رخص أسعارنا، اللهم ارزقنا رزقا حسنا. يا غني اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم فرج الهم عن المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. اجعل موتانا يا ربنا ضيوفا مكرمين عندك في جنات النعيم، وألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين، واجعل آخر أنفاسنا من الدنيا. لا إله إلا
الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.